دراسة هذا الحديث الذي أنا عندما جئت بدأ الشيخ فيه، يمكن أن يدرس دراسة دستورية، كيف يعين الرئيس، كيف يتم الاختيار، كيف يستقيل الرئيس، كيف ترفض الاستقالة، يعني أحكام كثيرة إذا جمعت رواياته، لأن هذه روايات اقتصر البخاري على أصحها، لكن هناك روايات كثيرة لو جمعت ظهر منها قاعدة من أجل السياسة وما يحدث فيها، وكثير منها لا يخرج عن مقتضيات عصرنا.